السيدات والسادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في نشرة الكرامة لحقوق الإنسان في العالم العربي. توصلت الكرامة يوم الاثنين 18 فبراير بأخبار تفيد أن سجناء الرأي بسجن سمائل يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم العاشر، وأن السجناء الذين اعتقلوا على خلفية أحداث صحار انضموا إليهم وأعلنوا أيضا الإضراب عن الطعام، وأن عدد المضربين بلغ لغاية يوم الاثنين 30 مضربا في سجن سمائل المركزي، وأن بعضهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج بسبب تردي أحوالهم الصحية. ويطالب السجناء من المحكمة العليا بإلغاء أحكام السجن التي صدرت في حقهم والتي بلغت 18 شهرا بالنسبة لعدد منهم، وذلك لانتقادهم السلطان على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاءت الأحكام في إطار حملة ضد المعارضين بعدما قمعت عمان احتجاجات نظمت فيها على غرار ثورات الربيع العربي العام الماضي. أعدت اللجنة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بتقصي الحقائق في سوريا تقريرا يفيد بأن كل من القوات الموالية للحكومة والمناهضة لها أصبحت أكثر عنفا وأبدت استهتارا متزايدا بحياة البشر. وأشارت اللجنة في تقريرها الصادر يوم الاثنين 18 فبراير إلى أن أجزاء كبيرة من سوريا غذت مسرحا للقتال المستمر، والذي اشتمل على أساليب أكثر وحشية وقدرات عسكرية جديدة لدى الجميع. وقد ارتكبت القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناهضة لها مجازر بحق المدنيين والمقاتلين على السواء. رئيس لجنة التحقيق باولو سيرجيو قال في مؤتمر صحفي عقد في جنيف إن الوضع في سوريا يتدهور بشكل كبير، وأن الحرب اتخذت إيحاءات طائفية يخترقها الإجرام الانتهازي ويفاقمها وجود المقاتلين الأجانب والجماعات المتطرفة، فضلا عن انتشار الأسلحة وطبيعتها بين الأطراف المتحاربة. يشار إلى أن الحكومة لم تسمح للجنة إلى يومنا هذا بإجراء التحقيقات داخل سوريا، إلا أن المقابلات التي أجرتها اللجنة مع ما يقارب من أكثر من 400 شخص خلال فترة هذا التقرير تكشف عن التكلفة البشرية الباهظة لنزاع يزداد تطرفا وعسكرة بشكل تدريجي. وأشار التقرير إلى أن الصراع أدى إلى كارثة إنسانية تمخضت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين داخل سوريا، كما تشرد أكثر من 800,000 شخص إلى الدول المجاورة. وأضاف التقرير إلى أن القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها والجماعات المسلحة المناهضة لها قامت بانتهاك حقوق الطفل، وتم تسجيل حوادث لتعرض الأطفال للقتل والتعذيب والاغتصاب من قبل قوات موالية للحكومة، ولقد قام أطفال دون سن 15 بالمشاركة المباشرة في العمليات العدائية بما في ذلك القتال كجزء من بعض الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. يشار إلى أن اللجنة التي تضم السيد باولو سيرجيو بينيرو رئيسا والسيدات كارين أبو زيد كونين وكارلا ديل بونتي والسيد فيتيت مونتاربون قد تم تكليفها من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك للتحقيق بجميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوثيقها، كما تم تكليف اللجنة بالتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتوسعت ولايتها مؤخرا لتشمل التحقيق في جميع المجازر. ومن المقرر أن يتم تقديم التقرير في 11 من مارس 2013 خلال حوار تفاعلي أثناء الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان. تتواصل ردود الفعل الغاضبة إزاء الاعتداء الذي تعرض له الجرحى المعتصمون أمام رئاسة الوزارة اليمنية الأسبوع الفائت، حيث قامت قوات تابعة لوزارة الداخلية بالهجوم على عشرات الجرحى المعتصمين من شباب الثورة اليمنية، كانوا يطالبون بإنفاذ حكم قضائي يلزم الحكومة بعلاجهم ودفع تعويضات مالية لهم. وفي الوقت الذي اعتذرت الحكومة اليمنية عن هذا الاعتداء على المعتصمين ووعدت بفتح تحقيق في الحادث، اعتبرت منظمة هود الحقوقية بأن قرار وزير الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة اللواء عبد الرحمن حنش للتحقيق، مع احترامنا وتقديرنا لشخص وكيل الوزارة، إلا أنه قرار معيب، فليس من المقبول أن يقوم الأمن بالتحقيق مع الأمن وينتظر المعتدى عليهم نتائج التحقيق.
وأضافت بأنه كان يجب في أقل الأحوال فتح تحقيق قضائي أو تعيين لجنة تحقيق مستقلة يشترك فيها ممثل عن المعتدى عليهم لتكون التحقيقات شفافة بما يكفي لتقود المعتدين إلى العدالة. واقترحت هود على الحكومة إنشاء مؤسسة حكومية بأي مسمى تعتمد نظاماً مؤسسياً واضحاً تعنى برعاية أسر الشهداء وتوصيف الحالات وتحديد المستحقات ورعاية الأبناء تعليمياً وتطبيباً وسكناً إلى غير ذلك من الحقوق والاحتياجات، ومتابعة حالات الجرحى وتقديم الخدمات لهم أثناء فترة علاجهم ومساعدة مما يقيهم شر الحاجة وذل المسألة وتقييم حالاتهم بعد انتهاء العلاج. بهذا نأتي على نهاية نشرتنا، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في نشرة قادمة، والسلام عليكم.